بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قولوا ما شاء الله اللهم بارك. يا جماعة الفيديو المطلوب بشدة، والفيديو اللي دايما بتطلبوني بيه تقولوا لي اعمل لنا فيديو وانت بتجمعي في الزغاليل او انت بتطفي في الزغاليل، سواء مثلا هنذبحها او هنبيعها ايا كان يكون، بس انتوا بتحبوا نوعية الفيديوهات دي. وطبعا بناء على طلبكم وتنفيذا لرغبتكم عملت الفيديو. المهم تعالوا نسمي الله كده ونشوف مع بعض احلى زغاليل. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. دول يا جماعه زغلولين رومي، الحمام ده رومي، الزغلولين اللي وريتهم لكم دول رومي. اما الزغلولين اللي مشي ورا الخشبه ده قلت لكم ده انا هطلقه هسيبه، يعني مش هذبحه. الزغلول بقى اللي انا شلته ده زغلول بلدي. تعالوا شوفوا احجام الزغاليل ما شاء الله اللهم بارك، سواء بلدي برده ده بلدي يا جماعه. بصوا ما شاء الله اللهم بارك، يعني مقفل الريشه اهو الحمد لله. بصوا ما شاء الله انا باخد الزغاليل بيبقى حجمها كويس، مش بحب اخد الزغاليل لما تبقى صغيره قوي. يعني بصوا اهو ده برده زغلول ده بلدي على فكره. الزغاليل البلدي احنا بنحس ان هي بحجمها بتبقى اصغر من الزغاليل اللي هي تبقى متهجنه. في زغاليل عندي هجين، في هجين على بلدي رومي على بلدي، في زغاليل متهجنه يعني رومي مع زاجل. يعني مثلا الزغلول اللي انا ماسكاه ده ما شاء الله اللهم بارك الاهالي بتاعته رومي على زاجل، يعني اهالي اساسا الجد والجده كانت النتايه زاجل والذكر كان رومي، اما الاب والام دول متهجنين اساسا، يعني هم نتاج التهجين بتاع الزاجل والرومي. لكن الزغلول ده بقى ابنهم، فاهمين ازاي؟ يعني ده جدوده اللي هم الذكر الرومي والنتايه الزاجل، حجمه ما شاء الله اللهم بارك. وده طبعا الزغلول اللي انتم الزغاليل دي اللي هي كانت يعني ما فيهاش ريش اساسا. طبعا ارجعوا الفيديو اللي فات عشان تفهموا انا بتكلم عن ايه. طبعا جبت لها المنتجات من المهندس اسامه حسين ما شاء الله اللهم بارك، المنتجات جابت نتيجه مبهره من حيث الحجم. طبعا الريش ما شاء الله تكسو ريش، الزغاليل ما كنتش مصدقه فعلا، انا جربت حاجات كتير وللاسف المنتجات اللي كنت بجيبها غير مجديه تمام، الماده الفعاله بتاعتها يعني زي التراب كده بمعنى اصح. بصوا ما شاء الله، بصوا حجم الزغلول حاجه كده تفرح، حاجه ما شاء الله زغلول تمسكوه كده يملا ايديكم. طيب ده زي ما قلنا بفضل ربنا اولا واخيرا، فضل الحاجات اللي انا قلت لكم عليها في الفيديو اللي فات ارجعوا لها، وفضل طبعا الاهتمام والتغذيه والنظافه والمتابعه. كل الحاجات دي بتؤدي ان انتم مشروع الحمام يكبر عندكم ويزيد وتاخدوا اعلى انتاج منه، وكمان تاخدوا احلى زغاليل زي الزغاليل اللي انتم شايفينها معايا دلوقتي. الزغلول ده يا جماعه اللي انا ماسكاه حاليا ده بلدي، عشان كده تلاقوا حجمه يعني صغير يعني بالنسبه لي او بالنسبه للحمام اللي هو الهجين الثاني الموجود عندي، تمام. بس بسم الله ما شاء الله بالنسبه لحمام ثاني كتير انا بشوفه معظم وصغير وكده، لا حجمه اكتر من ممتاز. ده برده حمام بلدي، بصوا هو لسه ما قفلش ريش تحت الجناحات. طب الناس اللي هي بتقول لي هو لازم الحمام اهاليه تبيض عليه علشان اخده اذبحه او اخده مثلا ابيعه اسوقه بمعنى اصح؟ لا يا جماعه مش لازم، مش شرط خالص ان الاهالي تبيض على الحمام. في اهالي ممكن تتاخر لما تبيض من غير، في اهالي من غير ما تطلب الزغاليل منها ما بتبيضش اساسا، وفي اهالي ممكن تبيض وتلحم العش في العش يبقى لسه الزغاليل بتاعتها صغيره ما شاء الله وبتبيض عليها. وبرده في اهالي تفضل يعني مع الزغاليل او بتفضل مهتمه بالزغاليل وبتاكلها لحد عمر الفطام خالص وبعدها تبتدي تبيض، يعني برده على حسب حنيه الحمام نفسه، تمام. طيب الاهالي اللي هي بتلحم العش في العش، تعالوا هنا بصوا بقول لكم بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، ده زغلول حمام رومي. بصوا الحمام الرومي اللهم بارك حجمه قد ايه وطوله قد ايه ما شاء الله، صدره عريض يعني حاجه كده محترمه فعلا. يعني اهو بصوا ما شاء الله اللهم بارك، هوريكم برده دلوقتي زغلول. بصوا يا جماعه الزغلول ده بسم الله ما شاء الله، بصوا شايفين حجمه وشايفين عرض صدره ما شاء الله، ده برده حمام رومي، ده زغلول حمام رومي. هنا بقى الابيض ده برده ده حمام رومي ماشي. اللي جنبه بقى ده يا جماعه ده تهجين اللي هو الرومي على زاجل. بصوا برده بسم الله ما شاء الله الحمام صدره عريض كده من قدام ما شاء الله اللهم بارك، وملحم والله كله لحم اللهم بارك اللهم بارك. طبعا ده راجع في الاول وفي الاخر لنوع الحمام اللي عندكم، والله حتى الحمام البلدي الابيض اللي انتم شايفينه اللي في الركن ده برده حجم اللي جنبه برده ده حمام بلدي بسم الله ما شاء الله برده حجمه كويس جدا. لو قارناه مع الحمام الثاني هو بيبقى رفيع ده، لا ما شاء الله ده راجع برده زي ما بقول لكم للحاجات اللي احنا بنعملها مع الحمام والحاجات اللي انا قلت لكم عليها في الفيديو اللي فات وبرده فكرتكم بيها في الفيديو ده. فارجعوا يا ريت للفيديو اللي فات
وشوفوه يا ريت، ويا ريت تدخلوا الصفحه اللي انا قلت لكم عليها او القناه اللي انا قلت لكم عليها. تمام. طيب يا جماعه، برضو الناس اللي هي بتسالني هو احنا هناخد الزغاليل في عمر قد ايه؟ بصوا يا جماعه، تاخدوا الزغاليل لما تلاقوا الزغاليل تستحق الذبيح، يعني مش شرط يكون الاهالي زي ما قلت لكم انهم فطموها، لا هو الاهالي لسه بتاكلها، بس تمسكوا الزغاليل كده بسم الله ما شاء الله تلاقوه يعني ما شاء الله عليه تقل، وفي نفس الوقت لحمته مش طريه قوي، يعني ما تستنوش برضو لحد ما لحمه الزغلول تبقى ناشفه، لان في ناس بتستنى لحد لحم الزغلول ما ينشف وعظمه بمعنى اصح ينشف، بيبقى الزغلول بلغ ويبقى يعني بصوا اكله بيبقى قاسي شويه، وفي نفس الوقت الزغلول لما بيبتدي يكبر جسمه بيتسحب وبيخس، فلا في الوقت اللي انا وريتكم فيه دلوقتي الزغاليل ما شاء الله حجمها كويس ولسه ما قفلتش ريش تحت الجناحات، لان الزغاليل لما بتقفل ريش تحت الجناحات خالص بتبتدي ترمي في اول ريش، واول ما تبتدي ترمي اول ريشه دي كده بقت شباب او اعتمدت على نفسها وابتدت تاكل لوحدها، وقتها الزغاليل بتبتدي تنشف وتخس، لا فيبقى قبل الوقت ده او قبل العمر ده، ولسه الاهالي بتاكل فيها قد العمر اللي انا وريته لكم ده، مش شرط ان هي تقفل ريش بالكامل تحت الجناحات. تمام. زي ما بقول لكم الكلام ده بيبقى ممكن على عمر كام؟ ممكن بيبقى على عمر 28 30 35 يوم، يعني قبل 40 يوم تكونوا انتم قاطفين الزغاليل من عند الاهالي، تمام، بحيث ان الاهالي تبقى لسه ما فطمتهاش. هنا انا بقول لكم بصوا الفرق ما شاء الله بين الزغلول اللي هو المتهجن والزغلول اللي هو البلدي، ده البلدي يا جماعه اللي هو الصغير باين جدا، التاني هجين زي ما قلت لكم قبل كده زاجل على رومي ما شاء الله حجمه طبعا زي ما انتم شايفين كده. بصوا يا جماعه لما تيجوا تختاروا الزغلول اللي هتطلقوه عندكم، او مثلا تختاروا الزغاليل اللي هتربوها بمعنى اصح عندكم، يا ريت تختاروا زغاليل تبقى قويه، يعني بنيتها قويه كده وعظمها قوي، صدرها عريض، زغاليل حلوه كده تكون يعني بصوا زغاليل بمعنى اصح اللي تعجبكم وتملى عينكم هي اللي تطلقوها. طبعا انا يعني دلوقتي حاليا بهتم اكتر ان انا اطلق مثلا، مش هطلق مثلا من الزغاليل اللي هي البلدي اللي بتبقى البلدي الصافي ده الرفيع، لا بطلق لما الاقي زغلول حجمه كويس بطلقه، يعني بسيبه يطلق عندي واربيه، بحيث ان انا عايزه اجدد عندي في الحمام اعمل احلال وتجديد، بذبح الحمام اللي هو العجوز او القديم وبطلق من الحمام اللي عندي برضو، يعني منه فيه بطلق من الحمام منه فيه. تمام. طيب الناس بقى كويس ان انا افتكرت دلوقتي لما شفت الرمل، الناس اللي بتسالني هو انت ليه حاطه رمل في الارض؟ يا جماعه انا حاطه رمل وبودره البلاط للتعقيم وللتطهير، كمان علشان احافظ على الارضيه، لان الارض هنا صبه، ده يا جماعه فوق السطوح، يعني برضو عشان السطح ما تتبهدلش والارض الصبه دي يعني نفسها ما تتبهدلش، بحافظ عليها بالرمل وبودره البلاط، لان بودره البلاط بتمتص اي رطوبه، وفي نفس الوقت لو اي زرق من الحمام نزل في الارض مثلا ولا قدر الله حمام تاني لقطه ما يحصلش اي حاجه، لان بودره البلاط بتعقم وبتطهر الحاجات دي كلها وبتقضي على اي ميكروب بيبقى في معده الحمام او في امعاء الحمام. وطبعا مصدر الكالسيوم طبيعي جدا ومن ارخص مصادر الكالسيوم، لو الحمام حد منه ما يجرالوش اي حاجه، بالعكس ده بيستفاد بالكالسيوم اللي بيبقى موجود في بودره البلاط. تمام كده، ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، اتمنى الفيديو يعجبكم، لو عجبكم الفيديو يا ريت ما تبخلوش علينا باللايك، ويا ريت لو مش مشتركين يسعدني ويشرفني اشتراككم، اشتركوا وفعلوا الجرس، فعلوا اول جرس اللي هو جرس الكل عشان يوصلكم مني كل جديد انزله. احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.